عندي 160 لقب دولي دولي، بطولات عالم، عرب وافريقيا متوسط وعالم. عندي 160 تتويج. ازاي وصلنا للتتويج العالمي مش الافريقي ولا العربي؟ هقول لك، هما كلمتين صغيرين: العداله. العداله في اختيار العناصر اللي هتمثل النادي الاهلي. مفيش فرصه، مفيش واسطه، مفيش ده ابني وده ابنك، مفيش ده ابن فلان، مفيش. العداله، العداله اللي مبنيه على اليات لا يستطيع احد ان يشكك فيها. عارف فكرتني بايه؟ مش عارف. لا هقولها بقى على الهواء بصراحه شديده. بصوا يا جماعه، انا كنت بشتغل في نشاط رياضي النادي الاهلي، ماسك قطاع النشاط الرياضي في النادي الاهلي. الدكتور مراد عاصم كان رئيس جهاز الكاراتيه ساعتها، وبصراحه شديده على مدار 7 سنين، والله العظيم ده حق ربنا لازم ادوله على الهواء قدام الناس. 7 سنين عندي مشكلتين فقط، وهفكره بمشكله منها بكلمه في التليفون. كان عندي جالي اولياء الامور في النادي الاهلي وعندهم مشكله. انا طبيعي جدا في شغلي لازم ارفع التليفون على رئيس الجهاز، دكتور مراد انا عندي مشكله. قال لي: يا خالد عندك مشكله فين؟ قلت له: اكيد في اهلي مدينه نصر. كان بيضحك معايا يعني. والراجل رد عليا مشكورا، قال لي: بص انا في عربيتي وانا جاي على اهلي مدينه نصر، انا جاي من اهل الجزيره على اهلي مدينه نصر، اديني 10 دقائق. 10 دقائق، قلت لهم اتفضلوا، قعدتهم قدام النشاط الرياضي. بصوا تقريبا 9 دقائق، 10 دقائق، دكتور مراد داخل من باب النادي قال لي: فين المشكله؟ بصيت الناس، قلت لهم: الراجل المسؤول اهو وهخليه يرد على الكلام ده دلوقتي. عالجت المشكله في اقل من نص ساعه. مشاكل اولياء الامور، قلت لي عداله، وقلت لي هو ده الاساس. كل الناس بتشتكي من مشاكل اولياء الامور ما عدا دكتور مراد عاصم. لا انا بشتكي كولي امر. تشتكي كولي امر؟ انا كولي امر ليا شكوى. حلو. لكن انا كمدير جهاز اي شكوى بتتقدم لي بسمعها. 7 سنين حصل. انا بسالك، لا من 7 سنين يخش لي مشكلتين الاليات. انت النهارده كل واحد فينا عايز ابنه يبقى كويس. مظبوط. فلما يجي ولي امر يقول لي حاجه عن ابنه لازم اسمعه كويس، لان هو اكيد عايز مصلحه ابنه. هفكرك يوميها قمت كل الناس بعد نص ساعه بيضحكوا معاك، قلت لهم: انتوا بتضايقوني انا. واول ما يجي دكتور مراد تقعدوا تضحكوا معاه. لا هو عاجبني جدا انت الاليات بتاعت الحل مش عندك اكيد، مش انت المدير الجهاز اكيد، لكن انا الاليات عندي. مظبوط. احيانا بيكون ولي الامر له طلب مش في محله، مش سليم، فلما اشرح له بالتفصيل، لان احنا ما عندناش حاجه نخبيها، يبقى انا النهارده بختار فرقه النادي الاهلي ازاي؟ بجيب حكام الاتحاد واعمل بطوله جوه النادي الاهلي منفصله من الاتحاد، مالهاش دعوه بالدنيا. كويس. الكسبانين فيها هم اللي هيمثلوا النادي. حضرتك مش طرف، مش طرف. ادي اخترت، معلش هقطع سريعا معاك الحقيقه، انا اسف يعني. لا لا خالص. اخترت ابطال الدوري العالمي او بطوله العالم، صاحب الدوري العالمي، اخترت ابطال كتيره جدا تمثل النادي، اخترتهم على اي اساس؟ بص انا عندي اليتين للاختيار. تمام. الاليه الاولى ان بيعمل بطوله النادي واخد اللي كسبانين فيها بالحكام. في آلية تانية في الفرق الجماعي، لأن أنا عندي فردي وجماعي. فرق الجماعي محتاجة خبرة ورؤية فنية. في الكتة مثلا محتاجين تناسق في الشكل والطول والوزن والشعر. أنت اللي بتختار؟ في ده أنا اللي بختار، وبنفسي وفي كل الأعمار. محدش يشارك دكتور مراد عاصم في الرأي؟ آخد رأيهم. هم قاعدين جنبك. آخد رأيهم. لكن الفاينل قرار عندك. ليه؟ لأن المدرب عنده 3 والتاني عنده 4 وده عنده 5، كل منهم هيبقى ولاءه لاولاده، فممكن يبقى متحيز. عمرك ما قابلت في شغلك؟ خالص خالص خالص. عشان بس الامانه، في مجامله كريمه مقبوله مسموح بيها، ان انا يبقى عندي 7 لعيبه ومسموح لي بتسجيل 8. موافقك. ففي هنا مكان فاضي. موافقك. المكان الفاضي ده نستخدمه للاحتكاك لأحسن الوحشين. لأحسن الوحشين، لأن هو في كل الحالات هنقول أنت بتاخد السبعة ترتيب من 21. الأساس ما فيهوش كلام. ما. لكن في مكان فاضي، أنا العدد ما يكملش، عدد الجيدين اللي ممكن ينافسوا ما يكملش. في عندنا واقعة المفروض إن أعضاء النادي الأهلي بيسمعوني. مظبوط. إن إحنا وصلنا إن في 7 وفاضل مكان فاضي، مش معقول أسيبه لأن هم مش جاهزين المنافسة، حرام. مظبوط. لا ينافسه عشان ثاني سنة ينفعوني. مظبوط. وكان عندي 2 وحشين والاثنين هيخسروا ومن اول ماتش. لو انا اخترت واحد منهم التاني هيقول لي انا كنت هكسب. صح.
جبت الاثنين باولياء امورهم. الاثنين ولادكم دول ما ينفعوش في المنافسه. وانا مدخلهم من باب الاحتكاك. اي واحد اختاره هيخسر، ده او ده. انا بكلم اولياء الامور. يبقى انا لو اخترت واحد فيهم الثاني هيبقى متضرر. ايه رايكم؟ نلغي الاثنين ولا ناخد واحد منهم؟ قالوا لا ناخد واحد منهم.